minute. Just keep on fighting, man. You have to believe here. Fighting. You have to believe. Get back in transition. Get back. Don't sleep. We need one shot. Let's go, guys. 10 more minutes. Let's go. 10 more minutes. Hey, let's go. Let's go. 10 more minutes. It's only 10, y'all. Come on, let's go. Nothing. Nothing, 10 points. Let's go. Put everything. بوستشن مع نادي بيروت بالبدايه الكوارتر الرابع والاخير من المباراه. مين راح يكون بالمباراه النهائيه؟ عم يقابل مصر بكره فريق من لبنان. يعني بكره بعد الاخبار على الام تي في راح نكون نحن وياكم لبنان ضد مصر. مين من لبنان؟ نعرف اكيد بعد 10 دقائق من الكوارتر الرابع والاخير مين راح يلعب ببطوله الانديه العربيه الفاينل. بحاول ياخذها والريباوند لكروفورد. كروفورد ما بيجيبها. طابه بالاوت. حكم بيحسبها لصالح الهوم انتمان. كايل هانت بهالوقت رح يكون في تبديل. تشينج. روني فهد، جون عاصي، كروفورد، هانت. عم بيلعب زون هلا مع كمان حيدر. عم بيلعبوا زون ديفنس. باتريك سيبا يلي بيطلب منه يلعبوا زون ديفنس فريق بيروت. اكسلنت باس كثير حلو وذكي من ستيفان. كروفورد بيكمل فيها بطريقه سريعه وبيعطي لروني فهد. روني فهد بياخذها على 3 بوينت. شو حلو للفهد. 63-56 ديفنسيف ريباوند قدامكم. 16 لومات 13 لنادي بيروت. زينون نمبر 7 بيعطي لهاج. سيفاك زينون. وهون بيرجع كمان جود ديفنس من جون عاصي. والطابه لصالح بيروت. جود ريباوند من كروفورد. كروفورد اللي بيكمل فيها على السله. جود وان ودرايف. حلوه 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 من كروفورد لنادي بيروت. 63-58 بينزل الفرق من 10 نقط للخمس نقط. فريق نادي بيروت فات بجو المباراه بالكوارت الرابع والاخير. كاتنشيا والديفنس بعد الزون. زون ديفنس مش مان تو مان. عم يلعبوا بيروت. جونسون ريباوند للحيدر يعطي لكروفورد. جون جايس عم يطلب تايم اوت للهوم انتمان. كروفورد بياخذها على 3 بوينت. ونادي بيروت هلا ولع نار دخن شرعت. 63-61 شو هالمباراه؟ شو هالماتش الرائع؟ مشاهدينا ام تي في لمباراه نصف نهائي بطوله الانديه العربيه على ارض لبنان بيروت بما
ملعب بلدية الشياح، والناس والعالم الجمهور كله على أعصابه. الفريقين من لبنان، فريقين من أبطال لبنان، فريقين رجال من لبنان، من الأندية اللي بنحبهم وبنحترمهم. والنتيجة عم شوفون 3 بوينتس، صاروا أفضل فريق بيروت. حسنا النقط، حسن هاتش اللي بيعمل درايف على سلي ما بيسجل، ترجع لستيفان هون للريستو نمبر 8، والديفنس عم يعمل عليه. حيدر هاتش بيعطي باس لستيفان، ستيفان بتطلع بعيدة فوق على السقف، تمشي فوق كروفورد، نقطتين لصالح لومنتمن. كروفورد اللي بيكمل على سلي وفاول، 2 بوينتس، والحكم بيحسبها 2 بوينتس. جول تندينج، جول تندينج بيحسبها الحكم فاول. شوفوا عم رجع نشوفها بالإعادة، كاونتد لصالح نادي بيروت اللي بيعد النتيجة 63-63. بلش الكوارتر الرابع والأخير من المباراة، دمي فينال بين نادي بيروت والهومنتمن. بلش هذا الكوارتر، فرق 10 نقط لصالح الهومنتمن. هلا متعدلين 63-63، وعنده رمي كروفورد، رمي كروفورد على الفري ثرو، فرصة لبيروت انه يتقدم من بعد ما كان خسران 10 نقط فريق نادي بيروت. من احلى المباريات اللي عم تلعب ببطولة الأندية العربية، تطلع صنعة في لبنان اذا بدكم، ميد ان لبنان، هيدا بلدكم يلي بيطلع اللاعبين المهمين بالباسكت وبكرة السلة. تابعوا المباراة معنا، مباراة حماسية كثير. مين رح يربح المباراة، الهومنتمن او نادي بيروت؟ كل من فوق، من فوق لدع وراك الظهر البي بي. شو اللعبة الحلوة من الهومنتمن هاي، ليكو ليكو من البيك اند رول، يعني بيعمل له سكرين، لا شفتوا سكرين لهاش، بيفوت وبياخذ والدنك بيعملها على علي حيدر. والنتيجة الهومنتمن 65 بيروت 64. يي من المباراة، اوف اوف ديفنس عم يعمل من الهومنت من هلا. زينون على كروفورد، كروفورد اللي بيطلع بيعطيها لجون عاصي، جون عاصي بيعطيها لهانت تحت السلة، بقي 4 ثواني ليشوطوها. كروفورد بياخذها على 3 بوينتس، بيرجع بياخذها، شو عم تعمل كروفورد بهالكوارتر؟ ما حدا عم بيكون مثله، نو بادي. بس انتو شفتوا على 24 سكند رجع بيطلعها حيدر لبرا، بتروح للكروفورد بيرجع بيحطها على 3 بوينتس. 67-65 لصالح بيروت، والطابه بهالوقت خطا. هاي كروفورد بخدها، شوفوا هون حيدر بيرجع بيعطيها لكروفورد بخدها، سكند شانس لكروفورد 3 بوينتس. 3 فاول على كريس كروفورد. باتريك سيبا يلي حمس اكيد هو وجون جايز، وكلنا سوا بهالمباراة اللي عم تلعب، مباراة حماسية، مباراة هي مباراة الدمي فينال اللبنانية. الدمي فينال، مين من الفريقين رح يلعب بكرة ضد مصر؟ هات يعطيها لباتريك بو عبود، بشوت على 3 بوينتس، طابة ترجع تنجيب روني فايف، بيهدي الطابة لكروفورد. اوه شو حلوة، بيوتيفول لعبة ولا أحلى من هيك. 69-65 شو هالمباراة اللي عم تلعب لصالح بيروت هلا، و 3 بوينت بهالوقت لجونسون. لا 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 لا، راح البارود بالمرة من هون، لا لا من هون ونو هلا. شعر شو بدي اعمل لحالي، شعر شو بدي اعمل لحالي. هان نقطة واحدة، 5 دقائق 35 ثانية لنهاية المباراة، بخدها على 2 بوينتس علي حيدر، بيرفع الفرق ل 3 نقط 71-68.
بل احلى ما يكون بمباريات كرة السلة. اي جلس بارون، راح البارون، شرّت البارون، فرع البارون. كروفورد على تريبا، خد نفس خد نفس خد نفس، عمهلك عمهلك. 74-71 لبيروت، 3-2. بعد عنا بكرة شو تارك لآخرتك يا خي عمي أنا يا والخطأ على لعب رقم 15 أوفنسيف فاول. هاج خمسة فاول على هاتش. لا مش هاتش، الخطأ الخطأ على باتريك وعبو. باتريك وعبو اللي بيطلع خمسة فاول. بن فريل هوم أدمن 74-71. طابة مع بيروت، بشوط حلو للحيدر، بسجل نقطتين حيدر. شو المباراة دي، من احلى ما يكون مباريات كرة السلة بين فريقين من لبنان، الهومنتمن وبيروت. مش جانسون، هاتش ريستون اللي بيعمل بنتريشن، والحكم بيحسب فاول على اللاعب رقم خمسة. عم شوفوا قدامنا جون عاصي. 76-71، 4 دقايق و14 ثانية لنهاية المباراة. ريستون بيخدها على 3 بوينت. شو حلو للنمري ليديز اند جنتلمان، إلي ريستون. نقطتين فرق. طابي مع بيروت، جون عاصي بيعطيها لحيدر، حيدر للفهد، فهد على 3 بوينت. شوت جون عاصي وريباوند هون لهاتش، هاتش اللي بينزل فيها سريع هاتش، وبيعطي طابه للحديد ياه، حديد ياه بيسجل، ما بيسجل، حديد ياه، طابه بترجع بتكمل مع الهومنتمن، بترجع لهاتش. اوه المباراة، شو المباراة هيدي، شو اللعب، شو المستوى، شو الفريقين، شو هالحلا. وعندي 4 ثواني والطابة بتروح لنادي بيروت يلي متقدمين بفرق نقطتين قبل 3 دقايق و20 ثانية لنهاية المباراة. بتكون رجلين بتتهدي، شو انا لا، هيدا جمهور بيروت ومقابله جمهور رومنتمن وكلهم من لبنان. لفريقين عم يلعبوا مباراة نصف نهائية بطريقة كثير حضرية. هانت بكمل بفوت وفاول، خطأ بعتاد على اللاعب رقم 13 على كريس جونسون، والموف كان رائع من كايل هانت. هيدا الفاول، خطأ لصالح كايل هانت، عنده رميتين على ال فري ثرو. باتريك سابع عم شوفه قدامنا، مدرب نادي بيروت متقدم بنقطتين على الهومنتمن، بطل الأندية العربية السنة الماضية وبطل لبنان. مباراة ولا أحلى من هيك ومستوى رائع. 20.5 ريباوند أسيست، واحد لكايل هانت، لاعب بياخذ العال وسنتر مع فريق نادي بيروت. كل عم يتابعونا لايف مباشرة عبر الاب تي في ببطولة الأندية العربية ال 31، وهيدي مباراة نصف نهائية اللي عم تلعب بين هومنتمن ونادي بيروت، من أحلى مباريات انشافت بالباسكتبول. حلوة كثير المباراة، سيمي فينال، مين منهم رح يوصل ليلعب ضد مصر بكره الاتحاد السكندري. ريستون هاتش، حكم بيحسبها اوت، واجره لهاتش اللي بتكون برا على الاوت. 2:57 لنهايه المباراه. طابي مع بيروت، والفرق 4 نقاط لصالح نادي بيروت. 78-74 عم تحضروا ايه؟ اكيد
عم بتشوفوا عم بتشجعوا فريقين من لبنان. شو المباريات الحلوة يلي عم تنقل ببطولة الأندية العربية. روني فات بيقدم بعيد على 3 بوينت ما بيسجل. والريباوند لمين؟ ترجع لنادي بيروت. كايل هام بيخلصها للطابة بيعطيها للفهد. كروفر سكرين من الحيدر. كروفر بيعطيها للحيدر. حيدر تحت السلة حلوة. لا الحيد يس ايه ايه دروب دروب على صدرك ايه. كروفورد حيدر وان شوفون والتمريره حلوه كثير كانت بكروفورد. لا شاطر وقوي كثير فيه ناودي علي جبل حيدر. هيدا الواحد واحد شاملتو لنا ايه واحد بدنا نعمله. هيدا جبل علي حيدر من ابرز اللاعبين بلبنان ومنتخب لبنان عم يلعب بشكل كثير كثير حلو اليوم. تريجولي روني فاد اللي بيقطع ستيل وبياخد فاول حلو للفاد. بطريقة بيعطي التعليمات لكروفورد انه يهدي اللعبة. دقيقتين ونص لنهاية المباراة بين الهومنت من بيروت بطل الاندية العربية السنة الماضية وبطل لبنان ونادي بيروت. هون مقطوعة من روني فات فيري نايس ستيل من فات. كروفورد للفات بيردها لكروفورد. كنترول كثير قوي عنده اياه اللاعب اللي هو كروفورد اللي بيشوط على سلي ما بيسجل. ريباوند الحديد يوم بيطلع عالي. لعب كثير قوي مع الهومنت من مقطوعه. الحكم بيحسبها لصالح الهومنت من. جون جايس عم يعترض. 80-74 دقيقتين وعشر ثواني لنهايه المباراه. مين راح يكون بكره بالفاينل؟ بطولة الأندية العربية أكيد لبنان ضد مصر. بس مين من لبنان؟ مصر الاتحاد السكندري اليوم كان ربع على سلة من المغرب. المغرب كان خسر السنة الماضية مع الهومنت من وهو وصيف بطل العرب. ستيفان يعطي جونسون. حديديان يلي بفوت فيه على السلة وطابة بالريباوند لبيروت. كروفر الوقت قدامكم عم تشوفوها من نهاية المباراة. مباراة حماسية كثير عم تلعب بطولة الأندية العربية لايف على ام تي في. فريقين من لبنان بكرة رح تكون المباراة النهائية بعد الأخبار لايف مباشرة لكل لبناني يشجع. كروفر على 3 بوينت ما بيسجل. جونسون بيجيب ريباوند وبترجع لصالح روني فاد والهجم بيحصل فاول على الريستوم. هيدا خامس فاول على إلي ريستوم. خطا لصالح روني فهد. هيدا الفاول على ريستوم وهذا الخطا الخامس على ريستوم. اثنين طلعوا خمسه فاول باتريكو عبود وإلي ريستوم من نادي الهومنت من. والفهد رح يكون عنده رنتين على الفري ثرو. قبل الدقيقة 34 ثانية لنهاية المباراة النصف النهائي ببطولة الأندية العربية. فهد فهد أربع نقاط أربع ريباوند أسيست 81-74 سبع نقاط فرق لصالح نادي بيروت.
2 من 2 لروني باد والنتيجه 82 74 كروفورد بكمل فيها كروفورد بهد الطابه بدريك سبب انه يهد الطابه وقت يروح قبل 120 ثانيه عم شوف الوقت قدامكم نادي بيروت متقدم بفرق 8 نقط على الهمام من بعد ما كان خسران 10 نقط جول هار يو سي ر اي يس وو سا في مال اتس هات وو كريس جونسون بيخدع على 3 بوينت بيسجل 3 بوينت كريس جونسون تايم اوت باتريك سيفا بيطلبه والنتيجه 74 شوفوا هون شوفوا هون شو حلوة من كايل هانت خلي لها صرخة عم شوف قدامنا فول هاوس ببيروت فول الملعب وانتم ببيوتكم كلكم على شاشه الام تي في عم تحضروا من لبنان رجال اهلنا من هون ومن هون اخواتنا بعد في دقيقه من الوقت واليوم بيروت بيأديها فرق 85 77 كروفر يلي بيخلو على سلة بيخدها طب بالعوطة صالح الهومنتمن فرق 8 نقط بيروت باتريك سيما وجون جايز على اليمين مدرب بيروت على الشمال مدرب الهومنتمن هاتش جربوا ياخذوا على تشانسز على 3 نقط الهومنتمن والخطأ بهالوقت على اللاعب رقم 10 كرم مشرف مباراة نصف نهائي عم تلعب بين الهومنتمن وهون هاتش يلي بيكمل على السلة هاتش ما بيسجل ريبان بيكون لبيروت لكروفر كروفر نصف دقيقة وبيكون بيروت بهالمباراة لأول مرة بتاريخه هالفريق يلي ولد من سنتين أول مرة بتاريخه يلي هن السنتين بيطلع هالفريق ليلعب بكرة بطولة الأندية العربية مباراة النهائية الفاينل ضد مصر والوقت عم تشوفوه قدامكم مبروك لنادي بيروت هارت لك للهومنتمن هالنادي يلي عطى كتير للباسكت بول بلبنان ونادي بيروت عم يحتفل لحتى يلاقي مصر بكره رح تكونوا على الموعد على ام تي في مصر ضد لبنان بعد الاخبار بمباراه ولا احلى من هيك نادي بيروت رح يلعب ضد نادي اتحاد اسكندري لكل مشاهدين الام تي في لكل دعمكم لكل حماسكم لتشجيعكم لهالفريقين اللي عم تشوفونا قدامهم عم يسلموا على بعض بكل روح رياضيه
مبروك لنادي بيروت هارد لك للهومنتس، نتلاقى انا وياكم بكره على الموعد على العز، على موعد يلي فيه نصر، على الموعد يلي فيه احتفال، على الموعد يلي فيه رياضه، على الموعد يلي فيه احتفال على الام تي في بطوله الانديه العربيه بكره بعد الاخبار. ثانك يو.